هرجع مرة تانية لدكتور إيناس. هل الفرقة دكتور زي ما هي؟ يعني هل بتقدم نفس العروض، نفس التابلوهات، نفس الحاجات، ولا بدأنا نزود حاجات، أو بالوقت بنزود من وقت للتاني؟ لا احنا طبعا بنزود من وقت للتاني، بس هي فرقة رضا فرقة تراثية، يعني بتقدم فيه التراث اللي طبعا. هو اللي محمود رضا جمعه وتعب فيه، فدي حاجة يعني تصميمات محمود رضا محدش بيجي جنبها، بتتقدم زي ما هي وبنحافظ عليها بقدر إمكاننا زي ما هي دي بالظبط تابوهات محدش بالظبط يقرب. بالظبط، بالظبط. بس وانا اتفق بنعمل مع ده جدا. بالظبط بالظبط، بنعمل جديد طبعا. لسه كنا عاملين من حوالي برضو 3 سنين تقريبا او 4 سنين كنا عاملين اوبريت اسمه فرحانة، كان يعني انتاج مشترك كده فرقه رضا ومعانا مسرحيه، كانت يعني مسرحيه وفيها تلامذه بقى محمود رضا مصممين تابلوهات. ايوه احنا فلا بنعمل جديد، بس الناس دايما بتطلب الحاجات اللي عارفينها من الافلام والحاجات، يعني مهما عملنا حاجات بيطلبوا برضو ده، يعني يبقى ده جنب طبعا ده اللي بيطلب الحاجات دي الجيل بتاعنا، اللي هو احنا بالظبط كبرنا على الافلام دي، وده بالظبط برضو مهم. اصل فرقه رضا دي في الجيل بتاعي على سبيل المثال، اللي هو اكبر منكم يجيب 35 سنه تقريبا، انه احنا وجداننا جزء كبير جدا منه تكون على فرقه رضا، والافلام اللي شفناها اتعملت خصيصا لفرقه رضا. ف اي حد في جيلي لازم هيطلب ده، يعني ده مما لا شك فيه.